جاهز؟ عرف نفسك بعد اذن حضرتك. عبدو عباس، مذيع بالتلفزيون المصري. حضرتك النهارده واقف في ميدان في ميدان طلعت حرب. ايوه، يعني مشارك، ايه شعورك يعني؟ هو احتجاج على حاجات كتير قوي يعني. انا بالنسبه لي انا احتجاج على المعالجه الاعلاميه للاحداث اللي وقعت قدام ماسبيرو، اللي ادت الى يعني المشهد الدموي والبشع اللي احنا شفناه يعني. احتجاج على اداره المرحله الانتقاليه اجمالا يعني، على اداء المجلس العسكري، على الحالة اللي احنا وصلنا لها بعد 9 شهور من الثورة. كمواطن مصري اصيل، يوم 11/2 يوم 11/2 انا كنت واقف هناك اهو، يوم التنحي والفرحة المهولة العظيمة اللي انا تهيالي شخصيا ان عمرنا ما نرجع نعمل وقفات احتجاجية ولا هنرجع نعترض، ولا ان كل شيء انتهى. مصر رايحة على المكان الصح بعد 9 شهور للأسف. ما يعني أنا دي يمكن الوقفة الـ20 في أماكن كتيرة واعتراض على حاجات كتيرة أوي. مجملها كده الأداء في الفترة الانتقالية سيء ومؤسف ومش عند حد، مش عند حسن ظن الشعب المصري. كنا نتمنى ان احنا نبقى في منطقه تانية، كنا نتمنى ان احنا دلوقتي عندنا دستور وعندنا برلمان وعندنا رئيس وعندنا بنغير كل القوانين اللي ادت للمرحله لل 30 سنه اللي احنا عشناهم دول. طب شايف الخروج من الازمه يعني رجعت في 1 2 3 كده؟ ما هو للاسف ما عادش في غير الانتخابات. يعني لو في وقت تاني هقول لك حكومه انقاذ وطني، هقول لك حكومه وحده وطنيه، هقول لك مجلس رئاسي. انما احنا سكتنا 9 شهور فما عادش في حل غير الانتخابات، والانتخابات بسرعه ونخلص عشان دول يرجعوا سكناتهم واحنا نشوف حياتنا. شكرا استاذ.